يوسف نصيري فقد الرسمية مع المنتخب الوطني المغربي لهذه الأسباب المفاجئة. تألق لافت لعبد الرزاق حمد الله وأيوب الكعبي قبل معسكر مارس، والحكم المغربي رضوان جيد يرد بقوة على الشائعات. عبد الرزاق حمد الله تألق بشكل لافت يوم أمس، حيث قاد فريقه الاتحاد السعودي للفوز بريموتادا على نادي الوحدة في ضمن مباريات الجولة 21 من دوري روشنا السعودي، بحيث أن نادي الوحدة كان متقدم بهدف 0 حتى آخر دقيقة المباراة تمكن عبد الرزاق حمد الله من تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء ببانيكا، ثم أضاف الهدف الثاني هدف الفوز في الدقائق الإضافية. بخصوص ضربة الجزاء اللي سجلها ضد المواطن ديالو منير المحمدي الحارس ديال نادي الوحدة، اللي بالمناسبة هذه المباراة كان يعني حاضر فيها 4 لاعبين مغاربة، عبد الرزاق حمد الله من جانب الاتحاد السعودي، وكذلك منير المحمدي، فيصل فجر، وجواد يميق من جانب نادي الوحدة. فضربة الجزاء سجلها عبد الرزاق حمد الله على طريقة بانيكا، وأكد في التصريحات بعد المباراة أنه كان منير المحمدي في أحد معسكرات المنتخب المغربي ربما كان تحداه أنه يسجل عليه ضربة جزاء بطريقة بانيكا، وليلة أمس يعني قبل التحدي وسجل الهدف عبد الرزاق حمد الله. فقال في هذا الصدد في تصريحاته بعد المباراة ما يلي: المحمدي تحداني عندما كنا في معسكر المنتخب الوطني المغربي، لقد قال لي حينها: أنت لا تستطيع أن تسجل علي بطريقة بانيكا، وظل كلامه في رأسي إلى أن أتيحت لي هذه الفرصة. عبد الرزاق حمد الله بالثنائية اللي سجلها يوم أمس في شباك نادي الوحدة السعودي رفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا في كرابع هدافي الدوري السعودي أو لثالث هدافي الدوري السعودي، مناصفة مع صاحب المركز الثالث عبد الرزاق حمد الله. في آخر 5 مباريات سجل 6 أهداف، ففورمة عالية ما شاء الله للنجم المغربي ديالنا، مازال يعني كيتألق وكيزيد يثبت أنه نجم نجومنا للاتحاد السعودي حتى بتواجد الدولي الفرنسي كريم بنزيما. 6 أهداف في آخر 5 مباريات، المواطن ديالو أيوب الكعبي كذلك في آخر 5 مباريات مسجل 7 أهداف. فهذا الثنائي هذا ممكن نشوفوه يعني إن شاء الله في معسكر شهر مارس مع المنتخب الوطني المغربي، وبكل صراحة يعني تفوق بجوج على المغربي الآخر يوسف نصيري اللي مسجل يعني هدفين في آخر 4 مباريات. أما تيسو دالي فلم يسجل أي هدف بعد نهاية كأس أفريقيا مع ناديه جينيك البلجيكي. 3 أسباب ستدفع حتما الناخب الوطني وليد ركراكي لعدم الاعتماد على يوسف نصيري أساسي في المباريات القادمة. فأصبح من الواضح جدا أن يوسف نصيري على الأقل في المعسكر شهر مارس سيفقد الرسمية مع المنتخب الوطني المغربي من دون شك، لهذه الأسباب التي سأناقشها معكم. أولا، السبب الرئيسي هو أنه يوسف نصيري خيب ظن الناخب الوطني والجماهير في كأس إفريقيا الماضية، خصوصا في مباراة جنوب أفريقيا التي ظهر فيها بوجه شاحب وما قدم حتى شي حاجة ولو فرصة وحيدة ما دراش، في الوقت اللي يعني اللاعبين الوسط والأجنحة حتى المدافعين داروا محاولات ولكن ما قدروش أنهم مسجلوا، ولكن نصيري ما ظهرش نهائيا. هذا السبب الرئيسي هو أن يوسف نصيري خيب الأمال ضد جنوب أفريقيا على وجه الخصوص، وخيب الأمال في كأس إفريقيا على وجه عام. أما بالنسبة للسبب الثاني فهو كيجي في وقت تألق المنافسين ديال يوسف نصيري على الرسمية مع المنتخب المغربي في قلب الهجوم، وهنا كنهضروا على أيوب الكعبي بالإضافة لعبد الرزاق حمد الله. أيوب الكعبي عبد الرزاق حمد الله ما شاء الله يعني في هذا الموسم هذا كيف ما قلنا يعني في آخر 5 مباريات أيوب الكعبي سجل 7 أهداف، وعبد الرزاق حمد الله في آخر 5 مباريات مسجل 6 أهداف، في الوقت اللي يوسف نصيري كيعاني مع نادي إشبيليا مسجل هدفين في آخر 5 مباريات، وفي مباراة ريال مدريد الماضية فاش ضيع واحد الفرصة لا تضيع جماهير ديال إشبيليا عاتبته بزاف، فما كيمرش من أصلا حتى مع نادي ديالو يوسف كيعاني. أما بالنسبة للسبب الثالث فكيتعلق بطريقة لعب المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخبات الأفريقية. صافي كأس العالم كان الخصم هو اللي مطالب بالفوز، وكنا حنا يعني كنحتاجوا فقط للمرتدات أو يعني فرص قليلة باش كنسجلوا أهداف. أما في كأس إفريقيا أو ملي كتواجه المنتخبات الإفريقية بصفة عامة فأنت اللي مطالب أنك تسجل، فالمهاجم مطالب انه يدير بزاف ديال الفرص ويحاول انه يوصل للمرمى ديال الخصم في اكثر من مره، وهذا الامر هذا فشل فيه ويوسف نصيري في كاس افريقيا، في الوقت اللي هذا الاسلوب كيناسب يعني البروفايل ديال عبد الرزاق حمد الله، وكذلك
ايوب الكعبي. فالمستوى الباهت باش بان يوسف نصيري في كاس افريقيا، كذلك بالاضافه لتالق ايوب الكعبي وعبد الرزاق حمد الله، والمطالبه بتغيير الاسلوب ديال المنتخب المغربي ضد المنتخبات الافريقيه، فكلها اسباب حتما ستجعل يوسف نصيري على الاقل في دكه احتياط المنتخب المغربي في المباريات القادمه، ويكون تنافس بين عبد الرزاق حمد الله ربما وايوب الكعبي على الرسميه مع المنتخب. وانا شخصيا كنعتقد ان ايوب الكعبي هو اللي غادي يقدر ياخذ الرسميه بداية من معسكر شهر مارس إن شاء الله. الحكم المغربي رضوان جيد نفى كل الشائعات التي تحدثت مؤخرا عن استبعاده من تحكيم المباريات الأفريقية، حتى أن البعض مشى كيقول أنه غادي لتم استبعاده كذلك من تحكيم المباريات ديال الفيفا. فهو خرج في تصريحات لموقع سبورت نفى فيها كل الشائعات وأكد أنها لا أساس لها من الصحة، وأكد في تصريحاته أنه لو كان هناك قرار رسمي من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فسيكون عبارة عن إيقاف وليس استبعاد. كما أكد رضوان في ذاتها تصريحات أن الشارة الدولية من تخصص الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم وليس الكاف، وأضاف لو كان هناك خبر يخص توقيفي فسيتم نشره في صفحة الكاف أو سيتم إرساله إلي أو الاتحاد الذي أنتمي إليها. وحول ما نشرته جريدة الشروق الجزائرية الشرور الجزائرية حول ادعاءات استبعاده من إدارة المباريات الأفريقية قال للأسف أنت تعرف الحساسية بين البلدين والناس يستغلون أي شيء لضرب أعراض الناس عرض الحائط، لكن المشكل في بعض الصفحات والمواقع المغربية التي تنشر الخبر دون سند أو حتى استقصاء. أما بسبب الضجة اللي يعني كان ضد رضوان جيد مؤخرا اللي خلات هذه الإشاعات تخرج على أنه ممكن يتم استبعاده من إدارة المباريات الإفريقية والدولية بصفة عامة، فالأمر يعود يعني عدم إدارته لمباراة الترتيب في بطولة كأس أفريقيا الماضية بالكوت ديفوار. فاش يعني الكاف أسند له مهمة إدارة مباراة جنوب إفريقيا ضد الكونغو في مباراة الترتيب صاحب المركز الثالث والرابع. فيقال كان رواية تقول أنه يعني اعتذر عن إدارة هذه المباراة بسبب المرض، ورواية أخرى تقول أنه رفض أنه يقوم بتحكيم مباراة الترتيب حكم أنه كان باغي يقوم بإدارة المباراة النهائية، وملي الكاف ما عطاش يعني يحكم مباراة النهائية ما بغاش يدير مباراة الترتيب. من بعد يعني بشي ايام قليله كان يعني مبرمج انه هو اللي غادي يدير واحد المباراه في دوري ابطال افريقيا، فالكاف يعني سحب منه تحكيم تلك المباراه واسند المهمه لحكم اخر. فممكن نعتبرها يعني معركه شد الحبل بين رضوان جيد والكاف، فالناس استغلوا هذا الشيء وقالت انه صافي الكاف قام باستبعاد رضوان جيد من اداره المباريات الافريقيه بصفه خاصه. ولكن هذا الشيء رضوان جيد فتح حوار كيف ما قلنا نفاه جمله وتفصيلا واكد انه ما جاء حتى شي اشعار بالكاف على انه توقيفه، فما بالك باستبعاده.